3 2 1 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. شكرا لجميع المراسلين، شكرا للسادة الصحفيين المحترمين. تزامنا هذا المهرجان اللي هو بمناسبة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، تم التنظيم ديالو من طرف جمعية مهرجان قيسر بالشراكة مع مجلس الجامعة لقيسر. كما كتعرفوا هذه النسخة اللي هي النسخة 11، احنا كما كنقولوا بلاد الشاوية اللي هي اصلا بلاد الخيول، تربات فيها الخيول. احنا كنعتزوا بهذه التراث، وهذه التراث اللي هي كنشموا فيها ريحة بلادنا وريحة الوطن ديالنا، وحنا جد مسرورين بهذا التنظيم هذا. وشكرا على رسم سيد العمل اللي كان ديما استجابة لجميع الطلبات ديالنا. شكرا للسلطة المحلية والإقليمية، على رأسهم هنا السيد الباشا والسيد قائد قيادة بيسر والسيد خليفة ونزل درك الملكي. شكرا لأعوان السلطة، شكرا لكم انتم كذلك على المساندة ديالكم. وكما كتشوفوا راكم حضرتوا الافتتاح، كان الافتتاح جد مشرف، وكان الحضور ديالكم جد مشرف، وحضرتوا التنظيم كيفاش كان. وان شاء الله احنا القادم غيكون اجمل ان شاء الله. هذه غير البدايه، مازال ان شاء الله بقى 6 ايام ديال التوريد ان شاء الله، وما يكون الخير ومرحبا، والله ينصر سيدنا وعاش الملك. سيد الرئيس، اللي كان ممكن شنو هو الجديد بالنسبه لهذه السنه الدوره 11؟ هذه الدوره 11 الجديد ديالها زادوا بزاف ديال المسائل من ناحيه التنظيم، من ناحيه المدرجات، من ناحيه المراحيض، من ناحيه الماء. كان جد التنظيم جد محكم بطبيعه الحال، التعاون مع السلطه المحليه، والامور الحمد لله حسن، وغتكون ان شاء الله مشرفه، وحنا نتمنوا الخير. وانتم راه كذلك انتم راه شهود عيان في نفس الوقت في الافتتاح. يعني سيد الرئيس، بغينا نعرفوا شنو السبب يعني عدم توفير يعني بعد يعني من الحفلات هنايا والسهرات بعد مدينه قيسر، يعني شنو السبب ما خلاكمش انكم ديروا بعض السهرات اللي كنعرفوا ان مدينه قيسر يعني مشتاقه لبعض الفنانين؟ احنا ما نقدروش نكونفيرمو باننا نقولوا باننا ما غتكون السهرات، ما نقدروش نقولوا بان غتكون سهرات. احنا كانوا سهرات، ولكن ديجا اليوم كانوا واحد جوج ديال الوفيات ديالنا، احتراما لهذوك الناس اللي ماتوا. احنا ما كنحتارموا اي واحد، ما نقدروش نديروا شي سهره والناس عندها وفيات. السيد الرئيس، دائما في اطار التبوريضه كتراث، ما قلتيش لنا شحال ديال السربات اللي مشاركين وعدد الخيول؟ حاليا ان شاء الله كاينه تقريبا شي 30 سربه، وباقي الصوره باقيين كيجيو. واخر سربه اللي كانت تحطت دابا هي سربه نسويه، جات من سيدي بن نور، وان شاء الله تاهي غتكون غدا المشاركه ديالها ان شاء الله. شكرا. سيد الرئيس، كلمة أخيرة بغيت توجهها للجمهور عشاق تبوريضة. الجمهور كنقول لهم عشاق تبوريضة، حنا كاع عشاق تبوريضة، وحنا كاع الأصل ديالنا يعني كنموتوا على التراب، وكنموتوا على بلادنا، وحنا الأصل ديالنا كشاوية كما كنقول تربيت فيها العيدان البربرية. وحنا جد مسرورين، وكنقولوا لهم مرحبا والمرحبا الى اقليميا جهويا 100,000 مرحبا. اللي بغى يجي لقيسر مرحبا به، مهرجان قيسر بضيوف ديالو مرحبا بهم. كنقولوا لهم رحنا رهنا الاشاره، واي متطلب ديال اي جمهور يجي معزز مكرم. احنا كما كتشوفوا راه الحمد لله، انتم خاصكم تشاهدوا كيف التنظيم، واش جميع المهرجان انتم كتمشيو لهم كاملين، واش التنظيم كان محكم، واش الراحه ديال المواطن كانت محكمه من ناحيه الراحه الامنيه او من الراحه النفسيه. انتم كنتوا شهود عيان. Thank you.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.